بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ان شاء الله يا جماعة، في برنامج عايز اتكلم عليه اللي هو الاو بي اس ستوديو. طبعا لما بنيجي نفتح الموقع بيظهر لنا بالشكل اللي هو موجود قدامنا ده. بنختار طبعا ويندوز، وبعدها بيعمل الداونلود بتاعه، وبعدها بنعمل سيت اب علشان نشغل البرنامج. البرنامج فيه نقطة مهمة. لما احنا مثلا بنيجي نشغل البرنامج كده، ده شكل البرنامج، لازم يكون عندي هنا سنس بشتغل عليها. بدوس البلاس دي، وبعد كده بختار سنس جديد، ولو هنا برضو بدوس البلاس دي واختار اللي هي المونيتور اللي انا هعمل تسجيل من اعلى الشاشة. المفروض طبعا هنا بدوس الستارت ريكوردينج لو هيشتغل، او ظهر قدامي هنا الباك جراوند بتاعت الشاشة. لو ما ظهرتش باجي في السيرش في ويندوز 10 وبختار جرافيك سيتنج. لما باجي اختار الجرافيك سيتنج بختار مثلا الكلاسيك اي بي، وبعد كده بعمل براوز، وبعد ما اعمل براوز بختار مثلا البروجرام فايل بتاعي، وبعد كده الاو بي اس ستوديو، وبعد كده بختار البن، وبعد كده بختار ال 64 بت، وبعد كده بختار الاو بي اس 64، وخلاص كده اخترته. وبعد ما اخترته هنا باجي ادوس عليه، بتظهر قدامي الويندو الجديده دي. بختار هنا اوبشن واختار باور سيفنج واديله سيف. وبعد ما اديله سيف خلاص كده اعتبر البرنامج اتاكتف معايا وبقى شغال. وبعد كده بدوس ريكوردينج او ستارت ريكوردينج، وخلاص هو كده بيسجل والموضوع ما فيهوش مشاكل. ولو حصل وبعد ما ضفت الاوبشن دي ولقيت الشاشه لسه ما اشتغلتش معايا، بقفل البرنامج وبعد كده بفتح تاني برنامج. هنلاقي ان شاء الله اشتغل معايا البرنامج. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله.